بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله نتكلم معاكم عن الانيميا. Intended Learning Outcomes دي الحاجات اللي مطلوب نقولها في المحاضرة. انيميا الديفينيشن بتاع الانيميا is defined as low hemoglobin concentration and maybe due to either to low red blood cell mass or increased plasma volume. Example في البريجنسي بيزيد البلازما فممكن يكون في ريلاتيف انيميا. لكن لو الهيموجلوبين less than 135 جرام بير لتر فور مين اور 115 جرام بير لتر فور وومن ده بنعتبره انيميا. وده ممكن يكون عشان reduce production of red blood cell أو increase loss of red blood cell. وده ممكن نفرقه بالhistory والexamination والblood film. السمتوم of anemia بترجع لأن لما الهيموجلوبين بيقل طبعا بيقل الأكسجين اللي هو شايله وبيقل الاكسجين سبلاي للديفرنت تيشوز بيدينا فتيج ديسنيا فينتنس بالبيتيشن هيديك تينيتاس انوركسيا اند ممكن في بعض الاحيان ممكن يجيب الم بالضبط شبه الانجينا بيكتروس لو كان فيه كورونري ارتري ديزيز. الساينز ممكن ما نلاقيش ساينز ما فيش غير بالور ونشوفه في الكونجكتيفا او في الانر سايد اوف ذا لور ليب. لكن في حالات السيفير انيميا لو الهيموجلوبين اقل من 80 جرام بير ديسيليتر ممكن نلاقي المانيفستيشن اوف هايبر دايناميك سيركيوليشن اللي هي تاكيكارديا فلو ميرمر على الهارت ودي بتبقى ايجكشن سيستوليك ميرمر في اعلى مكان على الايبكس. ممكن يدينا كاردياك ديليتيشن او انلارجمنت ريتينال هيموراج ودارير ممكن يحصل كرونيك هارت فيلير في النهايه. الصوره دي بتورينا الكونجنكتيفال بالور دي طبعا كلاسيك ساين اوف انيميا. تايبس اوف انيميا على حسب المين كورباسكولار فوليوم اللي هو الام سي في بنقسم الانيميا لو مين كورباسكولار فوليوم او بنسميها مايكروسيتيك انيميا نورمال مين كورباسكولار فوليوم بنسميها نورموسيتيك انيميا وهاي مين كورباسكولار فوليوم بنسميها ماكروسيتيك انيميا. اللو مين كورباسكولار فوليوم او المايكروسيتيك انيميا فيها اكتر من نوع ايرن ديفيشنسي انيميا ودي ذا موست كومن كوز ثلاسيميا اند سيدروبلاستيك انيميا ودي رير. النورمال مين كورباسكولار فوليوم او النورموسيتيك انيميا بتحصل في الاكيوت بلاد لوس انيميا اوف كرونيك ديزيز وممكن في الحاله دي برضو يبقى ديكريز المين كورباسكولار فوليوم بون مارو فيلير رينال فيلير هايبو ثايروديزم وممكن برضو يبقى معاها مين كورباسكولار فوليوم عالي هيموليسيس وبرضو المين كورباسكولار فوليوم ابو عالي اند بريجنسي. تالت حاجه اللي هي هاي مين سيل فوليوم او الماكروسيتيك انيميا نمره واحد بي 12 اند فوليت ديفيشنسي الكحول اكزيس والليفر ديزيز ريتيكولوسايتوزيس اللي بيحصل مع الهيموليسيس فبيحصل بتطلع ريتيكولوسايتس سيتوتوكسيك دراجز اكزامبل هيدروكسي كارباميد مايلو ديسبلاستيك سندروم مارو انفلتريشن هايبو ثايروديزم انتي فوليت دراجز اكزامبل فينيتوين. نبدا بشرح الايرن ديفيشنسي انيميا. الكوز بتاعتها اهم سبب انكريز بلاد لوس وعشان كده بنلاقيها في حلقة دايما كومن في الفيميلز اكتر من الميلز عشان المينوراجيا ممكن بعد كده الجاسترو انترنال بليدنج ده يبقى في الميل اكتر. في حالات التروبكس ممكن الهوك ورمز الانكلوستوما ممكن تعمل جاسترو انترنال بلاد لوس.
decrease intake of iron. ده ممكن في الانفانسي والتشيلدرن، لكن في الكبار ما ممكن ما بيعملش انيميا. المال ابزوربشن زي السيليك ديزيز، وده بيبقى ممكن يدينا ريزيستنت او ريفراكتوري ايرون ديفيشنسي انيميا عشان ما فيش ابزوربشن. انكريز ديماند في الانفانسي والادولسنس والبريجننسي اند لاكتيشن. ساينز اوف كرونيك اوف ايرون ديفيشنسي انيميا، اهم ساين بتبقى واضحه الكولينيخيا، ودي عباره عن سبونينج اوف ذا نيلز، وليها صوره تشوفوها بعد الشريحه دي. اتروفيك لوسايتس، انجلر كيليوزس او انجلر سوماتايتس، اند ريرلي بوست كروكويد ويب، وبيسمى بلامر فينسن سيندروم. دي المنظر بتاع الكولونيكيا، بيبقى فيه سبونينج يعني الضفر كده بيبقى عامل زي المعلقه. دي انجلر كيليوزس او انجلر سوماتايتس. الانفستيجيشن اوف ايرون ديفيشنسي انيميا، اول حاجه بعملها سي بي سي كومبليت بلاد كاونت، الاقي المين سيل فوليوم ديكريز، ديكريز مين كورباسكولار هيموجلوبين، اند ديكريز مين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن. البلاد فيلم بيورينا مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، انايزوسيتوزيس اللي هو اختلاف في السايز، اند بوكيلوسيتوزيس اختلاف في الشيب. ديكريز سيرم فيريتين، ديكريز سيرم ايرون، اند انكريز توتال ايرون بايندينج كاباسيتي. الفيريتين ده اكيوت فيس بروتين، ممكن بيزيد في اي انفلاميشن او في مالجنسي، او لكن الترانسفيرين بيزيد في الايرون ديفيشنس انيميا، لكن ما يتاثرش بالانفلاميشن، وده بيبقى ادق. جاستروسكوبي اند كولونوسكوبي، وخصوصا في الالدرلي ميلز، لكن في الفيميلز ما بنحتاج، مش بنحتاج، وخصوصا في التشايلد بيرنج بيريد، عشان عارفين البلاد لوس عن طريق النستورال سايكل. بندور طبعا عن الاوفا في الستول، يعني دي قليله عندنا، لكن في اماكن ثانيه ممكن نلاقيها. لو لقينا ايرون ديفيشنسي انيميا ومفيش بلاد لوس، لازم ادور على جاسترو انتستاينال سورس اوف بليدنج عن طريق ابر اندوسكوبي اند لور اندوسكوبي. تريتمنت، اول حاجه بشوف لو في جزء اعمل له تريتمنت، يعني ما في 6 من ده من الراجع اشوف اظبط المنستور سايكل. بعد كده بدي اورال ايرون زي الفيرس سلفيت 200 ملغ كل 8 ساعات، يعني 3 مرات في اليوم، ولكن ليه سايد افكت زي نوزيا وابدومينال ديسكمفورت ودايريا وكونستيبيشن بلاك ستول. ونعرف الريسبونس كويس لو الهيموجلوبين ليفل بيزيد ب 10 جرام بير ليتر بير ويك، وبيبقى معاه مودست ريتيكولوسايتوزيس. دايما احب ادي التريتمنت 3 شهور بعد ما اعمل نورماليزيشن اوف سي بي سي، عشان اعمل ازود الايرن ستور. انترافينوس ايرن اونلي انديكيتد اف ذا اورال روت از امبوسيبل اور انفكتيف، يعني لو في فانكشنال ايرن ديفيشنسي ان كرونيك رينال فيلير، وير از ان ادكوت امبوليزيشن اوف ايرن ستورز ان ريسبونس تو ريتروبيتين ثيرابي. انيميا اوف كرونيك ديزيز ميكانيزم، poor use of iron in erythropoiesis, cytokine induced shortening red blood cell survival, decreased production and response to erythropoietin. The causes, chronic infections like vasculitis and rheumatoid arthritis, بعد كده malignancy وchronic renal failure. الانفستيجيشن بعمل سيرم فريدين بلاقيه نورمال او انكريز عكس الايرون ديفيشنسي انيميا، وبعد كده استبعد الاسباب الاخرى زي فيتامين بي 12، فوليت، ثايرويد ستيمولاتنج هرمون عشان اشوف الثايرويد فانكشن، اند تيست فور هيموليسيس. التريتمنت اول حاجه تريتمنت اوف ذا اندرلاينج ديزيز، ادي اريثروبويتين سبكوتينيوس، وده برضو بيحسن الكواليتي اوف لايف ان مالجنسي. انترافينوس ايرون ممكن اديه تو اوفركم ذا فانكشنال ايرون ديفيشنسي. السيتوبلاستيك انيميا ده نوع من الانيميا، من المايكروسيتيك انيميا، ما بيحصلش ليه ريسبونس للايرون ثيرابي. الحاله دي بتبقى كاركترايزد باي انفكتيف اريثروبويسيس
leading to increased iron absorption, iron overload in marrow, زائد اللي ممكن يحصل hemosiderosis. The causes congenital, وده بيبقى rare X-linked or acquired, example idiopathic as one of the myelodysplastic myeloproliferative disease. كان وبرضه كان تيجي بعد الكيموثيرابي وعندي تيوبركلز دراجز او بعد الاراديشن او في حالات الاكزيس الكحول او ليد بويزنج او ليد اكزيس كمان. انفستيجيشنز سيرم فريتين بيبقى عالي. السي بي سي مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. التريتمنت تريت ذا كوز او ريموف ذا كوز. بندي بعد كده بيروكسين وبيحتاج العيان على طول للريبيتد بلاد ترانسفيوجن. ماكروسيتيك انيميا ماكروسيتوزيس اللي هو انكريز المين كورباسكولار فوليوم اكتر من 96 فيمتوليتر, ده حاجه كومن وممكن تبقى اكومبانيد باي انيميا مثلا في حالات الالكوهول اكزيس. كوز في ماكروسيتوزيس اول حاجه الميجالوبلاستيك انيميا اللي فيها بيبقى في عدم تناسب بين الماتوريشن اوف نيوكليوس and cytoplasm. This occur in vitamin B12 and folate deficiency. Both vitamin B12 والfolate مهمين طبعا للsynthesis of DNA. Another cause of deficiency is cytotoxic drug. النقطة اللي بعد كده non-megaloblastic macrocytosis اللي هو في حالات الالكوهول reticulocytosis عشان لما بيحصل في هيموليز بيطلع ريتيكولوسايتس, في الليفر ديزيز, في الهايبوثايرويديزم وفي البريجننسي. اذر هيماتولوجيكال ديزيز زي الميلودسبلازيا والميلوما والميلوبروليفيريف ديز اوردر والابلاستيك انيميا. الانفستيجيشن في حالات البي 12 اند فوليت ديفيشنسي ريزلت ان سيميلر بلاد فيلم اند بون مارو بايوبسي ابييرنس. البلاد فيلم بيبقى فيها هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز ان بي 12 اند فوليت ديفيشنسي وبيبقى فيه تارجت سيلز في الليفر ديزيز. سيرم بي 12 طبعا مهم عشان اشوف البي 12 ان سيرم فوليت والاهم منه الريد بلاد سيل فوليت بيبقى ادق لتشخيص الفوليت ديفيشنسي. بعمل اسا تيست زي الليفر فانكشن تيست وثايرويد فانكشن تيست. بون مارو بايوبسي از انديكيتد اف ذا كوز از نوت ريفيلد by the above tests. It is likely to show one of the following four states: megaloblastic marrow, normoblastic marrow زي في liver disease والhypothyroidism, abnormal erythropoiesis زي sideroblastic anemia والleukemia والablasia, increase erythropoiesis في حالات الهيموليس. نبدأ بالfolate deficiency. الfolate بيبقى موجود في الجرين فيجيتابلز نتس ليست اند ليفر وبرضه بيبقى سنسايز باي ذا جات بكتيريا. البادي ستورز بتكفي 4 شهور. لو حصل ماتيرنال فوليت ديفيشنسي دي ممكن يعمل في الفيتس نيورال تيوب ديفكتس زي حاجه اسمها السباينا بيفيدا. بيبقى ابزوربت في ديودينم اند بروكسيمال جيجينوم. كوز اوف فوليت ديفيشنسي بور دايت زي البابرتي والالكوهول والالدرلي, انكريز ديماند زي البريجننسي اند انكريز سيل تير اوفر زي حالات الهيموليسيس والمالجننسي والانفلاماتوري ديزيز اند هيمو دياليس. مال ابزوربشن زي السيليك ديزيز والتروبيكال سبرو. الكحول ودراجز زي الانتي ابليبتيك دراجز واللي هو مثال الفينيتوين والفالبرويت الميسوتريكزيت والتراي ميسوبرين. Folate deficiency treatment. Assess the underlying cause. اشوف اذا كان عيان ما بياكلش في بور دايت في مال ابسوربشن. بعد كده بدي اورال فوليك اسيد 5 مللي جرام بير داي لمده 4 شهور. لازم ادي معاهم فيتامين بي 12 لان لو فينا فيتامين بي 12 deficiency الفوليت بتزود المانيفستيشن بتاعت الفيتامين بي 12 ديفيشنسي. في البريجننسي بدي بروفلاكتيك دوزز
ل 400 مللي جرام 400 مايكرو جرام بير داي من اول البريجننسي لغايه ال 12 اسبوع الاولين، عشان نمنع المشاكل بتاعه السباينال كورد ديفكت اللي هي زي السباينا بيفيدا. B12 and deficiency and pernicious anemia. Vitamin B12 deficiency ده ممكن يبقى ده كومن طبعا، بيحصل في 15% وخصوصا في الالدري بيبول. B12 مهم جدا للسنسيز اوف سايميدين وبالتالي للدي ان ايه، وعشان كده لما يبقى deficiency بيحصل deficiency الريد بلاد سيل برودكشن بيبقى سلو، ولو ما حصلش تريتمنت بيعمل ميجالوبلاستيك انيميا اند ريفرسيبل سنترال نيرفس سيستم كومبليكيشن. في حالات الفوليد ديفيشنسي قلنا البادي ستورز بتكفي 4 شهور، هنا في حالات الفيتامين بي 12 ديفيشنسي ما يبداش يظهر المانيفيستيشن الا بعد 4 سنين، لان البادي ستورز بتكفي 4 سنين. كوز اوف فيتامين بي 12 ديفيشنسي دايتري زي الفيجنز، الناس اللي هم النباتيين، لان طبعا البي 12 بيبقى موجود في اللحوم والاسماك والمنتجات الالبان، ولكن مش موجود في النباتات. مال ابزوربشن، هنا في نقطتين في اثناء الدايجيشن في السمك، في حاجه اسمها الانترنسك فاكتور بيجي من السمك، ده بيعمل كومباينيشن مع الفيتامين بي 12 او باينز فيتامين بي 12 وبيبقى ابزوربت في التيرمينال ايليوم. ولذلك المال ابزوربشن ممكن يحصل في الحالتين، لو في مشكله في الانترنسيك فاكتور في الاستومك او في مشكله في التيرمينال ايليوم زي الكرونز ديزيز والبكتيريال اوفرجروث سندروم وتروبيكال اسبرو والتاب ورمز. نمره 3 كونجنيتال ميتابوليك ايرورز. كلينيكال فيشر اوف فيتامين بي 12 ديفيشنسي جنرال اللي هي سيمتوم اوف انيميا اللي احنا قلناها قبل كده، بالاضافه ممكن يبقى ليمون تينج اوف سكين والسكليرا عشان البالور ومايل جونز. نيورو سايكاتريك مانيفيستاشن بيبقى فيه اريتابيليتي ديبريشن سايكوزيس ديمنشيا. نيورولوجيكال بيبقى فيه باراسيزيا بريفرال نيوروباثي، وممكن يبقى فيه طبعا ليها حاجه كاركترستيك اللي هي سب اكيوت كومبايند ديجيريشن اوف ذا سباينال كورد، ودي بتبقى كومبينيشن اوف بريفرال سنسوري نيوروباثي وذ بوث ابر اند لوور موتور نيورون ليجن ديو تو ديكريد فيتامين بي 12. ذا بيشنت ممكن بيجي يشك من ترياد اللي هما اكستنسور بلانتر وده ابر موتور نيورون ليجن، ابسنت ني جيرك ده لور موتور نيورون ليجن، ابسنت انكل جيرك وده لور موتور نيورون ليجن. الانست بتبقى زي ما قلنا انسيديوس او سب اكيوت، ان ساين بتبقى سيمتريكال ان بوث ليمز. از ذير ا كومباينيشن اوف بوستيرير اللي هو دورسال كولمن اوف سباينال كورد لوس، بيدينا لوس اوف سنسيشن and lower motor neuron lower motor neuron lesion sign and corticospinal tract loss causing the motor and upper motor neuron signs. The spinothalamic tract بتبقى بريزيرفد، ولذلك البين والتمبريتشر سنسيشن بيبقوا لسه موجودين حتى لو في حالات السيفير كيسز. Joint position and vibrations are often affected first leading to ataxia، بتحصل لحالة ataxia عشان من deep sensation loss followed by stiffness and weakness of if untreated. Neurological signs of vitamin B12 ممكن تحصل even without anemia. ده البيج بيفي تانج بتاع الفوليت بتاع الفيتامين بي 12 ديفيشنسي. برنيشس انيميا ده اوتو اميون كونديشن بيبقى فيها اتروفيك جاسترايتس، وعشان كده بيقل الانترنسيك فاكتور سكريشن، ولذلك مش بيرتبط بالفيتامين بي 12 اللي هو متاخد في الاكل، فطبعا ما بيحصلش الابسوربشن في التيرمينال ايليم.
لينسز بتاعته كومن يعني، واحد في الالف يعتبر كتير، بيبقى اكتر في الفيميلز من الميلز، من 1.6 الى 1، وعادة بيبقى اكتر من في السن من 40 سنة. بيبقى اكتر في الناس اللي هم بلاد جروب ايه اسوسيشن، يبقى بقى معاها اوتو اميون ديزيز تانية زي ثايرويد ديزيز حوالين 25%، فيتيلايجو، اديسون ديزيز، هايبوبارثايروديزم، كارسينوما في الاستومك حوالي 3 أضعاف الناس العاديين. وعشان كده الناس اللي عندهم برنيشس انيميا دايما اعمل لهم فولو اب باي ابر جاسترو انتساينال اندوسكوبي. الانفستيجيشن اشوف الكومبليت بلاد كاونت، الاقي ديكريز هيموجلوبين وانكريز طبعا المين سيل فوليوم، الاقي ممكن الليكوبينيا، ثرومبوسايتوبينيا، لو حاله سيفير الريتيكولوسايت ممكن تبقى ديكريزد. بلاد فيلم هلاقي هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز، ديكريزد سيرم بي 12، بون مارو شو بريزنس اوف ميجالو بلاستس. سبيسيفيك تيستس فور برنيشس انيميا بشوف البرايتال سيل انتيبودي بتاعت الاستومك، ودي فاوند ان 90% من الناس اللي عندهم برنيشس انيميا، ولكن بتوجد في 3-10% من النورمال بوبوليشن. الانترنسك فاكتور انتيبوديز، ودي بتبقى سبيسيفيك فور برنيشس انيميا لكن بتبقى لور سنسيفيتي. تريتمنت اوف فيتامين بي 12 ديفيشنسي، اول حاجه تريتمنت اوف ذا كوز اوف بوسبل. نمره 2، لو الموضوع بسبب المال ابسوربشن بدي هيدروكسيكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12 انتراماسكولار داي افتر داي، يعني يوم بعد يوم لمده اسبوعين، اور اف سي ان اس ساينس انتل امبروفمنت ستوب. بعد كده بدي 1 ملي جرام انتراماسكولاري افري 3 مانثس فور لايف. اف ذا كوز از دايتري، ادي في الاول كورس اوف انتراماسكولار انجكشن، وبعد كده اكمل باورال فيتامين بي 12 50 الى 150 مايكروغرام ديلي بتوين ميلز. Improvement is indicated by transient marked reticulocytosis after 4 إلى 5 days. يعني الريتيكولوسايت بعد 4 إلى 5 أيام بتزيد. البروجنوزيس supplementation usually improve peripheral neuropathy within 3 to 6 months but has little effect on cord signs. البيشنت respond أفضل if treated as soon as possible after the onset of symptoms. دي حاجة بنعمل بيها self assessment. Choose the correct answer. Cholinichia is seen in anemia of chronic disease, iron deficiency anemia, megaloblastic anemia, ولا sideroblastic anemia. طبعا الإجابة B, iron deficiency anemia. السؤال الثاني، complete the missing words. Maternal dots deficiency may result in fetal neural tube defects. طبعا الانسر فوليت. ثالث سؤال، complete the missing words. Subacute combined degeneration of the spinal cord is characteristic feature of dots anemia. طبعا vitamin B12 deficiency anemia. Thank you.